نعرف اخر اخبارك، ساعه اش تعمل توا، وينك دخلت الميدان التدريب؟ ما تدربش؟ هاو يعرف الكابتن اش تعمل، خلي نسمعه من عنده اش يعمل. لا سمع عنده هو. اي من عنده هو نسمع. وكيل عمل. وي موا جو فوالا سي مون سي مون اي بالتاكيد هذا بلدي، نحب بلدي فيني، نحبه برشا بالتاكيد، وانا موجود لهنا وانا لابس مريول تونس وبالتاكيد ننتظر في ربما اتصالات، لسوء الحظ ما صارتش، ولكن على كل حال انا وكيل اعمال نتاع اللاعبين في الوقت الحالي، نحاول اني نعمل هذا صعيب شويه نوعا ما. ملا علاقتك بالكابتن يضري عندك ملاعبيه بتجيبهم من الحمل الف؟ خلي ليه الكابتن فما ملاعبيه جايين الحمل الف؟ لا شبيك نو خلي كمل نسال يا كابتن. لا الكابتن خالد حسني نحترمه برشا وهو يعرف الكلام هذا، عندي برشا احترام ليه ونتمنى انه ربي يحميه ويطول في عمره. وعلى كل حال انا هاني موجود ونحاول اني نخدم على روحي، اذا كان فما احتياجات للاعبين انا تنقدمهم. باه قيس، جيل هذايا نتاع 2004 واللي فيه نوتامون جوزي كليتون وفرانسي لاودو دو سانتوس، زوز اللاعبين من اصول برازيليه تألقوا وهزوا تيتر افريكا مع المنتخب، لكن يعني تقريبا يعني بين ظفرين متروكين، ما ريناهمش في المشهد الرياضي موجودين، سواء كان في انديتهم السابقه يعني في النجم ولا في الترجي، ناخذ ليكزومبل تاع جوزيري يلعب في زوز فرق هذوما، ولا حتى في الفيدراسيون ولا كمدربين، ولا معناها تحس بعد ما كملوا معانا المهمه نتاعهم معناها ما حاولناش نربحوهم للمستقبل بعد الكوره، معناها ما ريناهمش كمدربين كمسؤولين، ربما كان ينجموا يكونوا زاد مصدر نتاع استقطاب لاعبين برازيليين شبان اخرين معناها يلعبوا في البطوله التونسيه ويحسنوا ايضا المستوى. وصراحه بالنسبه لجوزي وفرانسي لاودو سيلفا دو سانتوس معناها تقريبا معتبرين 100% توانسه، يحكيوا بالتونسي، عدوا فتره طويله هنا في تونس، لعبوا مع فرق تونسيه، ساعدوا برشا منتخب تونس على انه بطبيعة الحال مع بقية زملائهم على أن ناخذوا التتويج الوحيد على المستوى الإفريقي. ما تقول لي على سيلفا وينه ولا جوزي وينه؟ جوزي سمعنا منه تو هو الأحسن، كان ربما يتلقى عليه هو نفسه على 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 جوزي سؤال، لكن هما الأولاد الأخرين اللي عندنا، ما نقول لك وينه البعزيزي؟ وينه خالد بدر؟ وينه زبير بيا؟ وينه قيس الغضبان؟ وينو الجيل الكل، حاتم طرابلسي؟ فما اللي اختاروا انهم يكونوا محلين تو مثلا كيما زبير وحاتم. انت سالتني في معناه سالتني في واد مهم جدا، استثمار هذا الجيل الناجح اللي اعطانا اللقب الوحيد الافريقي في كره القدم التونسيه بفروعها بتفرعاتها بالكراسي نتاعها بالمسؤوليات نتاعها، وينهم؟ كلهم هم مش موجودين، مع ان حتى واحد من اللي توجوا باللقب الافريقي موجودين اليوم في المشهد مش مدربين او محللين. هذيك انا نقول سيرا ريكونفيرسيون ما بعد الكاريير، انه اللاعب يبدا يكون كان يلعب في التيران بعد يخرج من التيران، بعض الامتار يولي في الدكه بياخذ الشهيد نتاعو ويتغرم ويتحب، لكن انا نحكي على تاثيرهم في 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 تقدم الكره التونسيه، في تصليح الكره التونسيه، في تنظيف الكره التونسيه. حتى واحد فيهم والا حتى من الجيل القديم زاد اللي فرحنا ما هو نافذ وما هو قاعد يساعد، علاش مش انا النجم جاوب عليه السؤال هذا؟